إذا تذكرون قبل أشهر قليلة كنا في زيارة لهذه المدرسة، مدرسة النور لتحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى، مدرسة متواضعة في مبانيها ومحتوياتها، فيها أكثر من 200 طالب وثلاث فصول دراسية فقط. طرحنا هذا المشروع عليكم، وبفضل الله سبحانه وتعالى تم جمع المبلغ لإنشاء هذا المركز. هذا المركز يضم 6 فصول دراسية بالإضافة إلى المكتب الإداري ومكتبة إسلامية ومسجد جامع، وبإذن الله سبحانه وتعالى نفرح معاكم في افتتاحه قريبا. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم، وجزاء الحسنى إحسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكل من ساهم في هذا المشروع، وأن يجعل في ميزان أعماله، وأن يعظم له الأجر في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.